صح عشري بيتكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، رمضانكم مبروك، كل عام وانتم حيين بالف خير. اعطيونا التحيه للمجموعه، مجموعه حفاني فاميلي بقياده قيس بوفارس، شكرا لكم. تحيه خاصه كذلك للمرقوم على الديكوراسيون الحلوه، وبطبيعه ما نستغناوش على الفرقه الموسيقيه بتاعنا، فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى. ان شاء الله يا ربي سهره رمضانيه تتعدى سهره رايقه. الموعد جديد عندنا زوز لقاءات مع بعضنا في سهره الاربعاء وسهره السبت على قناه الحوار التونسي، بالطبيعه باش نحكيو اكثر دراما واعمال، وباش نجيبوا ضيوف تقريبا من كل الاعمال التلفزيه اللي قاعده تتعدى على قناه الحوار التونسي. سعيد جدا انه يكون معنا بحب كبير الفنان الكبير والقدير لطفي بندقه، الصوت الرائع مهدي عياشي، وجيب حدانا كذلك الممثلة أحلام الفقيه. مشاهدة طيبة للجميع. كرهبتنا هافال هاش سيس، الكرهبة هذه سمها 99 مليون و900، تنجم تكون من نصيبك. سهل برشا، خذ تليفونك ابعث حرف آ على الرقم 85 810 85 810، باش نتعرفوا على الكرهبة هذية اللي تنجم تكون من نصيبك أنت. معنا الخبير زكريا بن جيزة، مرحبا. مرحبا هادي. به قبل كل شيء هافال، شنو هي الماركة هذه؟ اون فيت في الشين احنا جديد علينا لي مارك شينواز، دونك هي موجودة في الجروب جريت وول اللي هو في التوب 5 نتاع لي مارك اون شين. الشين راهي الشين راهي مارشي كبير برشا، 29 مليون كرهبة في العام، أمريكا باغ إكزومبل 17 مليون كرهبة في العام، نفهموا قداش كبر البلاد هذيك معناها أون تيرم دو كرهب معناها. هذه بيست سيلر ولا ليه؟ هذه لو بيست سيلر نتاع هافال، إي لو بيست سيلر إس يو في الشين. دونك أكثر كرهبة تتباع في الصين؟ في الشين 750 ألف كرهبة من اللي بدات، خاطر هي تو في دوزيام جينيراسيون، هذه سير دوزيام جينيراسيون نتاعها. الجيل الثاني نتاعها، دونك هافال هاش 6 ما عندهمش كان هذايا، عندهم برشا موديلات. باهي، الهاش 6 شنو مميزاتها؟ الحقيقة يمشيوا لك السونس اللي يحبوه العباد، أنه يعطيك كل شيء بسوم اللي كنت تحكي عليه أنت. معناها كان تمشي لموديل أوروبيان ولا حاجة تلقى روحك زايد دوبل ولا أقل شوية من دوبل. كبيرة؟ 4 متر و60. 4 متر و60؟ معناتها كرهبة الغادم العائلية هذه على الاخر، وان بلوس ستاتيوتير. نشوفوا هنا ديزاين، خاطر اعتمدوا على ان ديزاينر اللي هو صور لا بي ام دبليو اكس 6، دونك هو اللي صور لهم، جابوه باش صور لهم لقام الكل تاع هافال. هذاك علاش نراو معناها الشكل اللي هو قرب بنا. بالنسبه تو لكياساتنا لطقسنا، الكرهبه هذه عندها فاعليه ولا لا؟ اي هما هنا علاش، خاطر في الجروب جريت وول هافال جايه تتسمى معناها لا مارك اللي هي بريميوم بالنسبه لهم هما، معناها عندهم الكرهب العاديين جينيراليست جريت وول، وعندهم هافال اللي هي عندك اللوكس الكل، معناها نلقاو تو نحكيهم بعد حتى على الانتيريور وكل شيء، وعندك التكنولوجي زاده وكل ترى اللي هي معناها في ليفل اخر. هي البرشا، دونك الكرهبه هذه هافال هاشيس تنجم تكون من نصيبك. سهل برشا، خذ تليفونك بعث لنا حرف ا على رقم 85 810، ا 85 810. حظ سعيد للجميع. مازالت كي روحت من دبي بعد ما صورت فيلم قصير رمضان السنه شو محضره، خليكم معانا نستقبلوها بحب كبير احلام الفقيها. شريبتك عايشك، رمضانك مبروك. رمضانكم مبروك، رمضانك مبروك، كل عام وانت حي بخير. عايشك ينعاد. كان لازم يجي رمضان باش تروح لتونس؟ طبيعة راه رمضان من غير امك وابوك والطاوله ما تاع عائلتك ما. اما طويله الغيبه؟ طويله خاطر عندها علاش طويله خدمه، معناها مش سياحه كها. انت مشيت لمصر؟ دبي، مصر، بعد رجعت دبي. الخدمه تهز فيك؟ بالطبيعة، والا ماشيه تكتشف وتلوج وين تنجم تخدم سواء في مصر ولا في لبنان؟ لا نمشي اوكازيونيلمون، معناها في دبي سيتي بروبوزيسيون تاع كور ميتراج اللي هو ذا دينر. مبروك. عايشك، وهو سي كوبي زيرو المسلسل باش تعرض في شاهد ان شاء الله.
دونك هذيك اول مشهد دبي مع مطيع الدريدي، المخرج مطيع الدريدي، المنتج فرج المكني، زاد ممثل معنا فرج، منتصر تبان زاد ممثل معنا، دونك ايكيب ما احلاها. ومن بعد في مصر سيتي مهرجان الاوسكار العرب، هكا علاش مشيت. حكينا عليه، ناخذوا فكره. هذا تيزر فيلم احلام الفقيه. خويت والله عيب علي، نسيت اللي هو خويا الكبير ولازم نقدر. خويا ملي صغار ما تحلى في عينيه كان حاجه تخوز صغير. فضلك عليك عزيزي، احكي كيما تحب وقت اللي تحب. معناتها بصدقها كيف بهذه. انت ساعه قبل كل شيء لازم تعمل انستغرام باش تفهم انا فاش قاعده نحكي. ما عجبكش الكادو؟ دورة لاماتكم حابة تقول لكم اللي هي أغلى وأحسن كادو. أحلام، خليت بلاصة على تونس ولا ليه؟ على أمي وبابا بيطبيع. والأعمال على خاطر رمضان هو شهر الخدمة بالنسبة ليك وبالنسبة لبرشا من جيلك. سنة مكش حاضرة في حتى عمل رغم كثرة الأعمال. هاني قلت لك سني حاضرة في دارنا بين أمي وبابا، سينو ماك تعرفيني جاتني فرصة في رمضان من عامين وحمد لله عرفت كيفاش نستغلها، وقاعدة نمشي على خطى إني نوصل حاجة كبيرة إن شاء الله. دونك عاملة استراتيجية، والحاجة اللي فرحانة بها لأني أي حاجة أي أوبجيكتيف قاعدة نحط فيه قاعدة نوصله بشوية بشوية. وكما تعرف توا رمضان سنين إن شاء الله فهم برشا برودكسيون قاسمة، دونك فما دي جينيراسيون دي جون جدد باش نشوفوهم. انت جديده ومازلت لي جدد رمضان سني اني انت ما جديد عامي انت سي بون انت قاعده نمشي لحاجه اخرى. مي بالحق نتمنى حظ طيب للي جون باش نشوفوهم سني وان شاء الله. من داخل ما عندكش شكل حسره نتاع نحل تلفزه في رمضان نلقى روحي في مسلسل نلقى روحي في سيت كوم نلقى روحي في تونس؟ في تونس في تونس والله بليتك بيان سور. اي معناها ياسر تحب تشوف روحك في تونس في قناة تونسية، أما ليه حسرة ليه؟ بالعكس نفرح كي نتفرج في غيري ناجح زاد نفرح راهو إني في رمضان، وإني الحمد لله باش تفرجوا فيا في هو في شهر في ال 11 شهور الأخرانيين معناها نتاع العام. باهي نبدل عليا شوية. بالحق كيف. على هذاك باش نعمل لك انترفيو لمراية. أحلام الفقيه قدام المراية. باهي المراية؟ طبيعة باهية. توريك الحقيقة. الحمد لله حقيقتي طيبة. يا مزين من برا شحالك من داخل؟ لا لا نعرف ليني مزينة من داخل، هذاك الغفلان الزين بتاع الداخلاني عاطي على البرا. فهمت؟ طيبة و شكر روح. طيبة وناس ملاح. الحمد لله طيبة، كي نحط راسي على المخدة نعرف لي لا ضريت حد لا غريت حد، مانيش حسودية. تربيت بالباهي الحمد لله. أما فيك جانب شرير؟ أي عبد شيطانه في جيب ورا حاجة عادية، ذيك معناها مش أنت تختار ولا غيرك يختار، ذيك حاجة لازم منها. كان مش الجانب الشرير هذاك بلوتو مش جانب شرير هو راه كي تشوف وتتعلم توالي بلو ميفيون بلو بريدون، دونك باش تعرف تحط ساقيك. شيطانك شنو؟ متفاهمين اني وي وقت اللي نحب نطلعه يطلع، وقت اللي نحب نرقده يرقد. تحكم فيها الجملة قلتها فيه. الجملة قلتها أنت شيطانه في جيبه. اللي حدد لك أحيانا علاقاتك في جزء منها على الأقل الفلوس؟ لا هو يدخل كان كي نتضر مثلا نعطي ثقة من بعد نتضر يولي لازم يكون موجود بلوتو. مش هو النفس النفس مش شيطان، نفس الأمارة بالسوء تحب تقول، نفس اللوامة. وإحنا عنا ثلاثة أنفس معناها سبحان الله، دونك لازم كي عبد يضرك عبد يعملك حاجة ما نراجعش المضرة، أما نكون حذرة وكهو. مزيانة الحمد لله بنعمة ربي كافة حد ربي أعطاني نعمة، إني را روحي مزيانة جو مفوا مزيانة. أنت مزيانة لكونك مزيانة وليت مشهورة، الجملة هذه قديش صحيحة؟ لكوني مزيانة وليت مشهورة زين يلعب رول امبورطون بيان سور، هو الفيزيك تري امبورطون في الدومين نتاعنا معناها حشيت اما بيت معناها ماهيش حاجه عبد نجم يقول عليها لا يلعب يلجو ان رول تري امبورطون. مي ابخي من بعد العباد تستانس بزينك تستانس بيك تولي تقول لك اي اعطيني مادام انت دخلت لديارنا وفي التلفزه موجوده زيدنا حاجه معناها، سواء كان في التمثيل في التقديم في اي حاجه انت تعمل فيها اعطينا البلوس علاش انت معروفه. دونك الزين تري امبورطون من الاولى، من بعد في الكونتينيتي لي شو قاعدة تعمل باش ما تكونش جميلة وصمتي فقط؟
برش حاجات قاعدة نخدم على روحي، قاعدة نستغل في أي opportunity تجيني نعرفها باش توصلني للبي، قاعدة نكون في أحلام اللي بالحق العبيد تنجم بشوية. ديجا العبيد قاعدة تلاحظ بشوية بشوية لأني نتبدل سواء فيزيكمان سواء في مخي، نرزن نكبر نتعلم من أغلاطي، قاعدة نقرأ على روحي في التمثيل اللي هو الدومين والحاجة اللي أنا نحبها. تقرأ تمثيل؟ بطبيعة نقرأ تمثيل. ما شفتكش مقيدة في حتى مدرسة متاع تمثيل في تونس؟ خاطر فيكو أني توا قاعدة البرة، معناها أعمالي اللي قدمتهم واللي قاعدة نخدم فيهم الكل البرة، دونك مصر قيدت في ورشة متاع تمثيل، ودبي زادة ناخذ دي لونغ مع هنود مع دي زاميريكان. دونك قلت تبدلت حتى فيزيكمون، انت تبدلت ولا بدلت روحك فيزيكمون؟ فيزيكمون في وجهي ليه ما بدلتش في بدنك الكل؟ في بدني اي ضعفت ضعفت اي بارابور بون، كنت ضعيفه ما رجعت للبوا اللي اني نورمالمون نكون فيه من قبل. معني شوف، ضعفت والا انحت؟ جي عملت اون ليبوسكولتور. بون مش حاجه سهله، سيتي معناها ريسك كبير انك تدخل تعمل عمليه كيف من هذيا، ما اني ثقتي بالحق في الاطار الطبي التونسي ثقه كبيره برشا. عملتها في تونس العمليه؟ في تونس اي، هما اقترحوا اني نعملها لبرا خاطر شتي بريسي بالوقت ولازمني نضعاف، خاطر الغول اللي باش نمثله بيرسوناج لازم شعرها قصير ولازمها تكون ضعيفه وكل، واني ما عنديش برشا وقت وما نحبش جوغات لوكازيون هذيا. دونك قعدت نخمم، اقترحوا عليا برشا حاجات، لقيت لي سوليسيون هذيك الوحيده اللي تنجم توصلني للريزولتا ونجم جو بروفيت من الخدمه اللي يعني نحب نعملها. دونك اخترت الاطار الطبي التونسي خاطر ثقتي فيه كبيره برشا، والحمد لله هاك تشوف في الريزولتا طياره برشا. نشكر طبيبتي. العمليه هي نحت الجسم معناتها يهزوا؟ جي غافيني لا تاي، جي غافيني لي كويس، ما عملتش ليبوفيلينغ، معناها كان فاس ليبوفيلينغ هما فما شكون ينحي شحم من بلاصه يحطها في بلاصه اخرى، اني ليه خاطر ما نستحقش. انت نحاولك شحمك هاو؟ اني جي غافيني، عملت لي بوست كولتور، نحط بدني معني. معناها يا ريت كي تشوفني قبل في الدنيا ما تحسش اللي اني سمينه، اما قدام الكاميرا نظهر سمينه، فما معناها خاطر ماك تعرف الكاميرا تزيد في البوا، مش كيما توا في الكاميرا باش يشوفوني، كيما في الدنيا يشوفوني اظرف مثلا، فاهم؟ دونك مشيت نحط غير كو للكاميرا وللغول اللي يعني نحب نعمله. ما خفتش انت تحط بدنك عند خبراء التجميل في عمر صغير؟ نوع العمليات هذه ينجم احيانا نسمعوا فما ناس تموت. صحيح. جرة عمليات كيما هكا. اي اما اسباب هذوكم هي تجرا، وكان جيت باش نموت نهارتها راني يا مت في العمليه يا مت خارج العمليه. معناها الموت ما فيش شي مهرب. معناها الحاجه الوحيده في الدنيا اللي ما تنجمش تبدلها وقت ساعه الموت ما تنجمش تبدلها. هذيك ثقة في ربي، هاني قلت لك أول حاجة ثقة في الطبيبة والإطار الطبي التونسي، وثقة في أمي اللي هي راضية عليا وقت اللي داخلة أنا في العبالي كاو. دونك هاك علاش ومشيت واحد جرا في بالك ما زدت معايا حتى حد مسكينة باغ في بالها، معناها اللي أني باش نعمل عملية من غدويكا، وإني عارفة اللي هي عملية تاخذ برشا وقت وكل شيء، دونك ما حبيتش نحطها في الستريس هذاك تاع خرجتش من بيت العملية مازالت لي كل. دونك قداش دامت العملية؟ دامت 5 ساعات هكاكا 6 ساعات. انت صغيره في العمر؟ صغيره 24 24 سنه وتعمل في عمليه تجميل معقده أي؟ وثقيله. مش معقده وثقيله، هي اسمعني اون دو بروندو لو ريسك ساعات، راهو معناها مانيش ننصح فيها في العباد، راهو اني سي جافي لو تون باش نترينا ونتبع ريجيم وكل شيء وقتها، لي بالعكس راني تبعت ديجا توا قاعده تبع في ريجيم وقاعده نترينا وكل. ما راني قلت لك سيتي بور ان بوان دو اوبجيكتيف، ماني عندي علاش. راضي على روحك توا؟ فيزيكمون؟ اي اي الحقيقه اي. بنسبة؟ ساتيسفيت. بنسبة؟ 100%. 100% 100%. هاي اني الحمد لله راضي على روحي. احلام الفقيه قدام المرايه. احلام الفقيه اول ما ظهرت في سلسله قسمه خيان لليوم برشا حاجات بدلت فيك نتصور. بطبيعه الشهره باهيه ولا خايبه؟ ليه والله ما عنديش هني راهو لغه شهره وغرور وكل، الحمد لله ما وصلتش لتابي هذيك نتاع غرور ونحس في روحي مشهوره وكل، محبوبه اي من العباد
محببه هي نتاع العباد. وفما ناس ما تحبش راه فما ناس مؤذيه. لازم منهم راه العباد هذوكم كان مش هذوكم بلوس هذوكم باش يعلموك وباش يخليوك يعلموك انسان يسبك يعلمك. بون اني راهو دمي بارد ما على باليش معناها بالسبين. سينو العباد اللي تكون تعطي رايها حتى يكون معناها راي كاسح شويه نقبلو عادي ناخذو بعين الاعتبار. ملي طلعت في عمر صغير برشا اشاعات برشا كلام برشا انتقادات. لحمتي حلو. لحمتك حلوه؟ ايه. اما نحس انه كانه فما حاجه منظمه ضدك انت. باقا الله اعلم هكاك ما نجمش. كل ثلاثة اشهر اربع اشهر عندك اشاعه اثنين. حاجتني انت تطلع في الاشاعات. يا فما شكون يطلع لك في الاشاعات؟ لا الحقيقة بعيدة باش نطلع إشاعات على روحي معناها ما وصلتليش لي تابيديكا ما عنديش علاش. سينا كان فما شكون يطلع في الإشاعات حسبوا ربي وربي هاتشيش باش نقولوا أني ما عنديش مشكل راهو طونك أني بالحق شطر الإشاعات ماهمش صحاح معناها. عندك أعداء؟ من الوسط الفني؟ ليه ما عنديش مشكل من ما عنديش مشكلة وإلا مع عبيد ولا ولا ما نعرفش بتيت فما اعداء يتصرفوا معايا كاصحاب ما كاعداء اعداء ظاهرين مانيش قاعده نشوف. باش تبدا بالموجه الاولى من الانتقادات بمجرد انك خرجت مشيت لدبي. دار برشا كلام. اللي هو؟ شافوك كنت تمشي على التابي روج. شكون احلم لفقيه باش تمشي على التابي روج؟ ممثلين كبار في تونس قاعدين في ديارهم. واحلم لفقيه تمشي على التابي روج في واحد من المهرجانات الكبرى في العالم العربي تتزين وتتصور والصحافه تسال فيها. كانهم استكثروا عليك. شيء هذا كيما هي يقول لك ربي يعطي وكي يعطي الغير يقول لك علاش شو راهو اغزر لي والله اني جاتني لانفيتاسيون من عند فاطمه بوشيبا رئيس المهرجان ميشيل دونك من الشرف اني نكون حاضره غاديكا بين برشا عبيد وما كانوش كان ممثلين كانوا معناها وقع استدعاك كممثله تلفزيه والا كانستغراموز اني مانيش انستغراموز بالطبيعه وكممثله تونسيه بيع وشرفت بلادي وكنت محلين نهارتها. انت بينك وما بين روحك تقول انا ممثله تونسيه ما تحسش مازال بكري باش تقول انا ممثله. الممثله يقولها الانسان بعد ما يعمل 10 20 سنه تمثيل يعمل برشا ادوار ياكد فيهم المستوى هذا نتاعو. لا قاعده نخدم على روحي وقاعده نقرا في التمثيل وقاعده نمثل دونك علاش ما نقولش نستمر كان متني 10 سنين قدام تقعد في قلبي ما نقولش. لا اسم الله عليك اما باش ما يبداش كانه نوع من افتكاك صفة ماهيش فيك معناتها يعني واحد جان قاعد يمثل ما عندوش حق يكون اليوم ممثل يقولها بعد ما يثبت روحه في أربعة أو خمسة أدوار على الأقل مختلفين ويكون تحصل على تكوين نثبت روحي قاعدة معناها ثبت روحي إني تو في البرودكسيون اللي عملتها والفيلم اللي عملته كور ميتراج ولون ميتراج قاعدة نعمل فيه ثبت روحي على الأخر مش قدام توينسة مي قاعدة نثبت في روحي معناها لبرا وباش نشرف تونس ما حاجة باهية بالعكس. فما بوست دار الإعلامية تونسية عايشة لبرا في مهرجان طفلة أول مرة راها في حياتي. أي. خلال التعرف من خلال الأصدقاء تسخيبني مش تونسية قالت إنها ممثلة قالت لي راني معروفة برشا ممثلة كبيرة وعملت برشا أدوار وأنا نمبر وان في تونس ومن النجوم اللي ديما نتكرم في مسلسلات رمضان و و و و و ومن بعد سمعتها قلت لها الفايدة أنت شنحوالك يا أخي قالت لي عندي تليفون سامحني لحظة مشيت ما رجعت زعما تغشت من كلمة شنحوالك ولا لا برشا مشي في بالهم اللي انت مشيت لدبي تدعي انك ممثله ونجمه وتقول للناس انا ممثله ونجمه فقط نوع من المسرحيه تعمل فيها ونوع من الشرعيه تعطي فيها لروحك اللي انت ما وصلت لهاش فانت مشيت كذبت على الناس وقلت لهم انا ممثله ونجمه وانت استنى لحظة عاش خويا ربي يجيك هي أول حاجة ما قالتش اسم راه هي حرة معناها أنها تحط أي ستاتيو تحب عليه تقريب أنت التونسية الوحيدة الموجودة هي ماهيش في ما في في الإمارات هي هي في مصر معناها أني الإعلامية هذه ما نعرفهاش الحقيقة أني وقتها وكنت في دبي قاعدة ونلقى في تصويرتي مع الستاتيو هذا دونك أني ما حبيت نعمل حتى غياكسيون قبل ما نشوف الستاتيو بالضبط نقراه بعيني كي قريته كي ما ريتش اسمي دونك ما نجمش نلوم عليها هي خاطر ما قالتش أحلام نفقي ولا حاجة لكن أنت الممثلة التونسية الوحيدة هي ماهيش موجوده هي الاعلاميه التونسيه الوحيده الهام الصغير اللي اني كلمتها زيت تليفون قلت لها الهام معناها فما واحده اسمها دره مختار حاضره وكل شيء كلمت حتى اعلاميين في التوانسه قلت لهم شكوني معناها فما شكون يعرفها فما شكون ليه دونك هي ماهيش موجوده في الامارات موجوده في مصر
بون مش غلطتها بون هي بتتها غلطه شويه انها لو فات كي تشوف لي اسمي قاعد يتشبت توضح للعبيد اللي هو مش اني هو اون فان كونت مانيش اني اللي تحكي عليها معنا. حكيت معاها كلمتها؟ ليه ما حكيتش معاها ما عرفتش نحكي معاها هي حره هي غير ما هي حره فيسبوك انستغرام باش تحط طونكو ما جبدت حتى اسم هي حره باش تحكي اللي تحب علي العبيد لصقتها فيا يبان خاطر وقتها بتتخ العينين عليا لاني حاضره في المهرجان ومهرجان جيفا مهرجان كبير برشا معناها انت التونسيه الوحيده وقتها التونسيه الوحيده آه. دونك الستاتيو ما نجم يكون كان معمول عليك انت لو مش انت ما تنجمش تكون عليا خاطر هي في مصر هي ما نعرفش فانا قناه شنو تعمل بالضبط في الاعلام معناها اما هي في مصر ماهيش في الامارات معناها حتى كي بعثوا لي الليسته نتاع الاعلاميين اللي حاضرين نهارتها في المهرجان ما فما كان الهام صغير التونسيه الوحيده الاعلاميه ولا سول اللي عملت معها انترفيو دونك هي ما نعرفهاش واصلا هكش قلتها معناها في دبي ومهرجان ضيافه معناها تحب نحكي كهي كتبت ستاتيو ليا اني سبيسيالمون سي ايلوجيك انه اني نمشي في مهرجان كيما كيكا نكذب خاطر الفات هما يحطوا احلام فقيه نجموا يعرفوا عليا كل شيء واني ما عنديش علاش باش نكذب بالعكس كي نخف نقول راني سي اون جون تالونتيوز قاعده نخدم على روحي خير ما نقول نمبر 1 في تونس ودرا شنو ومن بعد ما نحبش معناها قال لك انا الكذب ينجي الصدق انجا وانجا اني ما نمشيش بالكذب علاش ما رديتش عليها صراحه وقعدت خيرت انك تسكت ما نردش خاطر ما نردش خاطر ما مانيش اني عملت جي با مي جوستيفي لكن وهي ما ردش عليها خاطر هي غير ما هي ردت عليها رابعه الصيفي نشكرها ديجا وقتها ودخلت رابعه خاطر رات كيفاش العباد الكل قاعدين يتكاو معناها فما عباد ما تطلع الميل الصاعده معناها يقول لك اه هذه طلع لدبي وتكذب ودرا شنو دونك لقاوها فرصه باش يكبروا الحكايه ايبا يعني ما عادي ما قلقتنيش قلت لك دمي بارد على الاخر والاقصى درجه دونك رابعه تغشت اكثر مني خاطر رابعه كلمتها وقتها في الميسنجر قالت لها راهو الطفله على شكون تحكي حابه تتاكد رابعه خاطر شكت رابعه تقول لك بالك شي احلام عملت هكاكا وتخبي هو سيتو في نورمال فهم برشا يعملوا هكاكا وسيله اما اني مش من الوسائل اللي نستعملها ماني دونك غزرت لي رابعه قالت لي كلمتها على الميسنجر تكلم فيها وتعاود تقول لها راني اني نخدم قاعده نصور ما نجمش نجاوب باغ كونتخ في لي كومونتير قاعده تحط مثلا تضحك وكل شيء معناها مع العبيد وما قالتش اللي هي مش احلام لفقي دونك رابعه تغاشت قالت كيفاش لقيت الوقت باش تجاوب في كومونتير وما تلقاش الوقت باش توضح للعبيد اللي هي مش احلام لفقي باهي على ذكر النمبر 1 شفنا تصاورك مع النمبر 1 نتاع مصر اللي هما محمد رمضان شنو هي معناتها فانت تصور مع ممثل ولا اصدقاء ولا لي انا في دي زامي كوما في الطاوله دونك هو وقتها تكرم ومن بعد جا قعد بحذينا دونك عرفوني عليه وقالوا قالوا له راه احلام ممثله تونسيه مازالت كي بديت وكل دونك قال لي هاي نتصوروا هو طلب منك انه قال لي هاي نتصوروا نعملوا تصويره ما عادش بيه ما فيها حتى شيء يعني هو متواضع على الاخر محمد رمضان يعني. احلام لفقي تثير الجدل مره اخرى في حوار اي تي بالعربي قدمت روحك بصفتك ملكه جمال لا لهنا حتى كي تخرج خارج تونس ديما كانك تحاول تعطي صفه ماهيش فيك يحبوا يخرجوها فيك معناتها للناس ليه سي اوزالي اني الساعة المهرجان هذاك بالحق سيتي اون فيغتي بالنسبه لي خاطر كرمت ممثلين اللي بالحق عرفتها كي تشوفهم قبل هكا تفرج عليهم في نواري بلون وكل ومن بعد ترى في روحك هكا اللي انت تكرم في عايده رياض سميره عبد العزيز سميحه ايوب مادلين طبر دي معناها اسامي كبار معناها عمالقه نتاع الفن المصري دونك بالحق جافي لي لاغموزو لاني شو معناها دونك وقتها كنت فرحانه برشا بعد المهرجان جيت فيها على الاخر بالاداء اللي قدمته حتى الصحافه المصريه شكرتني برشا كانت معناها قريت كلكو ارتيكل دونك هذيك اللي ما فما حتى فيديو اني قلت فيه عرفت روحي لاني ملكه جمال تونس بور كون سوا كلير شوف هاك السانتي مكتوب انت كي تشوف الانترفيو تفرجت فيه فرشت ما فهمش كان جيت اني ملكه جمال تونس يجي بالعربي يقولوا لك يسالوك على ملكه جمال تونس معناها كيفاش خديت الصفه هذه معناها وقتاش تلقبت بالحاجه هذه ما حكيتش اصلا الجمال وملكة جمال ما تجبدش معناها حكيت لي زانترفيو نتاعي إيه؟ اما سامحني الصحافي حكيت لي اني ممثله ما نعرفش شنو اللي صار الصحافي مين يستمد ال والله اهلا سبا اي جاي اطلع اقعد عقلي باهي دونك تابعك غنجه اطلع غنجه اطلع مرحبا بها اطلعي تعمليناش عامله خايبه في البلاتو لا نتصورش الحقيقه بون
نعرفش كان يحبوا يهزها ولا لا. خليها 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 حوس على روحك غنجه كيما تحب. باهي قلت لك اني ما فما حتى فيديو اني قلت لي ما فما حتى ريبورتاج اني عرفت بروحي ملكة جمال اني مانيش مسؤوله بالحق. حتى كلمت وقتها ايناس حامتي صحفيه مصريه قلت لها شنو هذا؟ قالت لي راهو تو نتصل بهم وتو نقول من جابوها المعلومه وكل. اي با هو المعلومه جات من رئيس المهرجان نتاع اوسكار العرب والشركه نتاعو قدموني على اساس هكاكا. ومن بعد سالت واني قلت له مهند معناها هكاكا قال لي راهو ما قلتش ملكه جمال تونس اما قلت معناها نقولوا جمال جميله وديما دونك هما اختصروا في ملكه جمال تونس. خرجت برشا اشاعات نتاع ارتباطات نتاع حب. اي سيدي ارتباط احلم الفقيه باللاعب الجزائري رامي بن سبعيني. اي سمعت بيه. مبروك العرس. مبروك الافراح. مبروك. عايشك ميرسي. نجمو نعتبروها هذا خبر سعيد. كيفاش؟ قصة حب كبيرة برشا مع اللاعب الجزائري. كبيرة برشا برشا. دموعي باش تهبط بالحب. ما بالحق ما قلنا حتى شيء معناتها. ما نعرفوش اني ريت عمري ما ريت في حياتي ما نعرفوش اصلا لا اسم تعدى في حياتي لا هو تعدى في حياتي. هو اصلا ديجا كومونتا فورس اللي ديجا في انترفيو سالوه قال اني عمري ما بعثوها لي. قالهم اني عمري ما جاوبت على الارتباطات وكل شيء اما فورس الحكايه هذه كبرت اني راني طفله ما نعرفهاش عمري ما ريتها ما راهم فما حتى علاقه بين به. ومع فيصل الصغير تعرفوا المغني فيصل الصغير ولا ليه؟ لا زاد ليه؟ والله ما نعرفوش. هم ربطوك به زاد كذلك. بالحق. كيفاش؟ انفصال سعد. انفصال فيصل الصغير عن مايا. مزوز فرد وقت. اي انفصال فيصل الصغير عن مايا واحلام الفقيه تدخل على الخط. على الخط زاد. اي شكون هو هذا؟ والله شنو هو يعمل في حياته؟ يغني. ربي يعينه. هو كان مع مايا؟ لا. كانش مع زاد. ما كانش مع مايا. وتحبوا يكون مع مشو ما فهمتش. ما نعرفوش ما نعرفش منين وين لختي هذيا ما ريتهاش ترامي وصلت لي هذيا ما وصلت ليش لحق نتاع ربي. شكون اخر شكون اخر وريني لا معناتها قاعدين قاعدين يعرسوا لك برشا مشاهير. هي بيك يحبوا يفرحوا بيا هذيا حاجه بيا يحبوا يشوفوني لابسه روبه هكا. فما حويجه حاليا؟ فما حويجه فيش في الحب حاليا؟ اي يعني غنجه تفاجعت مسيك. غنجه؟ ايجا غنجه. ايجا غنجه ايجا غنجه انترفيو غنجة غنجة ايجا اكي جدك. اي احكي لي على الحب فما حويجه؟ اوبس سامحني. اي شنو؟ فما حويجه؟ فما حويجه فيش في حياتي؟ والله أي. حكايه بيرسونيل ما نحبش نحكي فيها هو. باهي دونك مادام حكايه بيرسونيل معناتها فما حويجه نحن بنجمو كان نفرحوا لك. عايشك عدو. ونقولوا لك ان شاء الله يا ربي ديما فرحانه. وان شاء الله نشوفك زاد في برشا خدمه. ان شاء الله. تونسيه عربيه عالميه. ان شاء الله. محلاها كلبتك عاقله. اي. وان شاء الله رمضانك مبروك. ان شاء الله يا ربي نستغل الفرصه باش نرمضن على دارنا عائلتنا على العباد اللي يتفرجوا فينا ان شاء الله ينعاد بالخير والصحه والعافيه علينا وعليك هيدي نسيت تفامي. وجو ميرسي نسرين صبيحه على الميك اب الحلو ورندا رشتي على ضويفري. ربي ينجحك ربي يوفقك. امين. ان شاء الله نلقاك موجوده في اعمال عربيه تونسيه عالميه ان شاء الله يا ربي. نشكرك. عايش مره اخرى ورمضانك مبروك وكل عام وانت حيه بخير. عايشك سنين ديما. احلام الفقير. ضيعت الاول ما تضيعش الثاني. ميناء تونس ترجع لكم فرصه كبيره للربح بورتمان فاخر اوستوندينغ في اقامه راقيه ريزيدونس حنين بارتي 2. البورتمان هذا اس بلس 3 قيمته 400 مليون وينجم يكون فرصه العمر بالنسبه ليك. ما لفاش تستنى ابعث فيسع اس ام اس في حرف ا على الرقم 85 811 85 811. حظ سعيد للجميع.